انا هبدأ مع حضراتكم ب يعني احنا في كل عيد بنتكلم تقريبا في يعني في الموضوع ده طبعاً. وانه ازاي احنا ممكن نخفف المشكله اللي بتنتج من اكل الفسيخ والافراط احيانا في من ناس معينه مستثنيين من هم ممنوعين منه. ايه الاكلات اللي ممكن تتضاف؟ ازاي ممكن الامور تكون كويسه؟ كل سنه وانت طيبه. هو فعلا كل الناس بتستعد فعلا النهارده للفسيخ. وزي ما انت قلتي ازاي نقدر نقلل، اهم حاجه هي الكميه. كلنا هناكل فسيخ بس هي مش ده المحور. ما نروحش بقى صايمين 3 ايام، يعني انا عندي عيانين محضرين ده الوجبه الفري، ما انا هاكل يعني هروح صايم 3 ايام وهصوم بعدها 3 ايام بالظبط كده. فاول حاجه احنا كلنا متفقين ان احنا هناكل، يعني هنحاول نقلل طبعا ونعرف الاضرار مع الدكتوره دينا وكل حاجه، لكن يعني هناكل فسيخ في الاخر ورنجه وملوحه وكل حاجه، بس ازاي ننقيهم؟ ازاي نعرف انواعهم؟ ازاي كميتهم ايه؟ ناكل ايه معاهم فعلا؟ اول حاجه زي ما قلنا الكميه لازم تبقى صغيره جدا، كميه الفسيخ نفسه. كميه الفسيخ مع انه بروتين وغني في البروتين والاوميجا و الا انه يعني غني كتير جدا جدا الملح اللي فيه. فالملح ده مشكلته طبعا هنتكلم عليها، لكن لازم تبقى كميته صغيره. 100 جرام هيبقى فيهم 200 كالوري، فاحنا لازم نقلل. فيهم شويه بروتين، فيهم 50 جرام بروتين كويسين. ده اساسا مدمر لاي بالظبط. وكميه الملح اللي فيه بتخلينا ناكل منه كتير، هي دي برضو مشكله. يعني مش بنوقف، العلبه موجوده كلنا بناكل من يعني كل اقبال كبير على كميات نون ستوب. حتى اي مقبلات لما تروحي اي مطعم المخللات والحاجات الملح العالي هو اللي بيخلينا ناكل كميه كبيره جدا، فهي مشكلته ان احنا مش بنقدر نتحكم قوي في الكميه الاساسيه. الحاجة التانية غير الكمية بتاعت الفسيخ، ايه الحاجات اللي ممكن ناكلها معاه تقلل الأضرار قبليه او بعديه؟ اول حاجة ان احنا يبقى المعدة بتحس بالشبع بالكمية، فاحنا مش هنعتمد على كمية الفسيخ فقط، لازم ناكل حاجات تانية جنبها غنيه في الالياف، غنيه في علشان احساس الشبع يكون اسرع. بالظبط كده، ما بقاش باكل كل الكميه عشان انا رايح جعان بقى لان عندنا عزومه فسيخ. بالظبط كده، هاكل كله فسيخ وملوحه ورنجه كل الكميه، مش هنخلص. كميه ملح رهيبه، كميه عايز حاجه حلوه بعديها كميه رهيبه بدون وعي. احنا بناكل كميات مش مدركين قد ايه هي مضره وتجمع ميه وقد ايه، حتى مش بس للحوامل ومرضى الضغط والهبوط في القلب، لا مش بس كده، حتى للشخص العادي طبعا. كميه المهوله اللي ممكن ليها اثار سلبيه.